السلام عليكم قناة المستر، ترحب بكم. النهاردة هنحل كتاب جيم أولى ثانوي الوحدة الـ11، نحل جرامر وتست يور سيلف من صفحة 218 لـ223. انتظرونا. صفحة 218، قبل ما نحل الأسئلة دي لازم نذاكر ضمائر الوصل كويس. 1 كليوباترا نقط was very beautiful، الملكة كليوباترا اللي كانت جميلة جدا. was the last pharaoh of Egypt، كان آخر إيه فرعون في مصر. المهم كليوباترا ديت ايه؟ فاعل عاقل. عندنا حاجتين بقى يتنفع للعاقل هنا، هو او ذات، بس عشان الفصلات ديت مش هنستخدم ذات، تبقى هو. لما نلاقي القامة ديت يبقى دي ايه؟ عبارات فصل غير محددة، منستخدمش معاها ذات، بنستخدم معاها هو. 2 الكسندرية وبعدين نقط. Is Egypt second biggest city، يعني تاني اكبر مدينة في مصر. is a wonderful place for a holiday، هي مكان رائع تقضي فيه اجازة يعني. المهم الكسندرية ديت ايه؟ فاعل غير عاقل وفي فصل هنا، يبقى عندي ايه لغير العاقل؟ which وذات، الصح تبقى which. ذات مش هتنفع زي ما قلنا فوق بقى كده، ديت عبارات وصل غير محددة مينفعش معاها ذات، استخدم معاها which. طب في هنا ان which؟ اصلا الجملة ما كانش فيها حرف جر اصلا، هي الذي للفاعل غير عاقل. 3 رنيم الويلي ونفس الكلام، دي الفصلات دي زي اللي فوقيها. رنيم الويلي نقط was born، اللي اتولدت سنة 1989. is a famous squash player، هي لاعبة سكواش ايه شهيرة. بفاعل فاعل عاقل تبقى هو. زي ما قلنا في المثالين اللي فوق بقى مش هينفع نستخدم ذات عشان الفصلات دي. 4 the sweater not my father bought me is very big، السويتر اللي بابايا اشتراهولي ده ايه كبير جدا. سويتر دي غير عاقل، هتاخد which، الذي للمفعول الغير عاقل. 5 ده منهور ان نقط my mother was born، ده منهور اللي مامتي اتولدت فيها. is in northern Egypt، موجودة في شمال ايه مصر. ده منهور اللي مامتي اتولدت فيها، يعني معنى كده انها للمكان. هينفع بقى هنا للمكان ايه؟ وير او ويتش. فهنا حرف الجر ده هو اللي عرفني الاجابه، طالما في حرف جر ما ينفعش اختار وير، يبقى الاجابه ويتش، حرف جر قبل ضمير الوصل. صفحه 220. 1 ذا هاوس نقط ووز بيلت، يعني المنزل اللي اتبنى سنه 1889. ووز فيمس فور، كان مشهور بايه؟ It's a huge entrance، مدخله الايه الضخم الكبير ده. هاوس ده ايه؟ فاعل غير عاقل هنا، وفي فراغ، وفي هنا الايه الفصلات دي، يبقى الفصلات دي تخليني ايه استبعد ذات. وهنا وين طبعا للزمان مش هتنفع، فالصح هتبقى which. حد ممكن يقول ايه هاوس ده مكان وناخد وير، في فعل هنا طالما جه بعد الفراغات فعل، اوعى تختار وير. 2 I met the doctor، أنا قابلت الطبيب. نقط car was stolen، اللي سيارته اتسرقت الأسبوع اللي فات، يعني للملكية تبقى هوز، واضحة دي، الذي للملكية. 3 مستر علاء وبعدين نقط is standing there، مستر علاء اللي واقف هناك ده. is my neighbor، هو جاري من الحي إيه القديم. مستر علاء ده إيه؟ عاقل. خلاص وفي فراغ هنا وبعدين فعل، يبقى الذي للفاعل العاقل، الوحيدة اللي صح هنا ذات، لكن دي الغير العاقل وديت للمفعول ودي كمان للمفعول. 4 my sister not is now living in Alexandria، أختي اللي عايشة دلوقتي في اسكندرية. has just had a baby، أنجبت إيه مؤخرا طفل يعني. my sister دي إيه؟ عاقل. تمام، في هنا فصل اهي، يبقى ذات هنا هستبعدها، عندي ذات وهو للعاقل، دي الوحيدين اللي ينفعوا في الأربعة دول، بس الذات هستبعدها عشان الفصلات دي، تبقى هو. 5 I visited my uncle in the new factory، أنا زرت عمي في المصنع الجديد. he works in، اللي بيشتغل فيه، المصنع اللي هو بيشتغل فيه، في حرف جر هنا، هو ده اللي هيعرفني، طالما وجود حرف الجر دي، أختار إيه؟ أختار which، مختارش وير بقى. لأن وير لو جات بتحذف حرف الجر ده. 6 ذا مانجر المدير نقط سكرتري از سيريسلي ال، اللي السكرتير بتاعه او سكرتيرته مريضة جدا. هاز تو تايب ذا ليترز،
اضطر ايه يكتب الخطابات باي هيم سيلف بنفسه. المدير اللي سكرتيره او اللي سكرتيرته يعني ملكية هوز. 7 كايرو نقط is Egypt's biggest city. القاهرة التي تكون أكبر مدينة في مصر is full of historical places, مليئة بالأماكن التاريخية. القاهرة التي تكون التي للغير عاقل بقى عشان القاهرة دي إيه غير عاقل which. يبقى كايرو هنا إيه فاعل غير عاقل عشان كده ما اخترناش إيه وير دي بتاعت المكان لكن ديت إيه الذي للفاعل الغير عاقل. كمان الجملة مش محتاجة حرف جر خالص أصلا. حرف الجر ده بيجي قبل ويتش ما يكون ايه الذي للمفعول لكن دي فعلة دي فعل كمان اهو ايه بعد الفراغات. اول ما تلاقي فعلة بعد الفراغات يبقى دي الذي للايه للفاعل على طول. 8 the river not runs لسه قايلين اهو دي فعل اهوت يبقى دي ايه الذي للفاعل اللي هو مين بقى غير عاقل ان ذا ريفر ده ايه نهر اهو يبقى الاجابه ويتش يعني النهر اللي بي ايه بيمر من خلال our city مدينتنا is the main source of our water هو المصدر الأساسي للمياه عندنا. 9 the room نقط I sleep is very nice الحجرة اللي أنا إيه بنام فيها ديت تكون لطيفة جدا. يبقى المقصود هنا إيه للمكان حيث المكان where. 10 أماني is an Egyptian Paralympic powerlifter أماني تكون إيه رافعة أثقال بارالمبية مصرية. نقط has won a bronze medal فازت إيه بميدالية برونزية. رافعة أثقال التي للفعل العاقل تبقى هو. طبعا سي هنا ما تنفعش اللي هي هوز دي أبوستروف اس اختصار إيه ممكن تقول اختصار لهاز أدي هاز موجودة في الجملة عشان كده مش هتنفع أو اختصار لإز برضك إيه مش هتنفع في تركيبة الجملة خالص. 11 There is a library nearby يعني يوجد ايه مكتبة قريبة مجاورة. نقط I like to spend my time reading حيث ايه احب اقضي وقتي هناك ايه في القراءة يعني. المهم ديت مكان اللي هي مكتبة ديت بحيث المكان where. 12 The dog barked at the time يعني الكلب نبح عمل صوت كده في الوقت اللي ايه نقط It saw a stranger entering the house اما شاف ايه غريب يدخل المنزل at the time في الوقت يبقى when حينما للزمان عندما يعني. 13 the writer يعني الكاتب نقط books have been translated into many languages يعني الكاتب ايه اللي كتبه اترجمت للغات كتير معنى كده انها ملكية مش مهم بقية الجملة بقى الذي الملكية whose. 14 the boy نقط leg was broken برضك زي اللي فوقيها الولد اللي ساقه انكسرت was taken to hospital ودوه المستشفى يبقى الذي للملكية هوز. 15 the car for not I paid a lot of money يعني السيارة اللي دفعت فيها فلوس كتير is very high tech عالية الايه التقنية عالية التكنولوجيا. the car for not I paid يعني السيارة اللي دفعت فيها معنى كده ان ايه الذي للمفعول الغير عاقل عشان السيارة غير عاقل غير عاقل هنا هتاخد ايه ذات او ويتش في حرف جر هنا فور ده خلينا اختار ويتش. 16 I like the manager انا عاجبني المدير نقط kind and cooperative عاجبني المدير اللي بيكون ايه عطوف ومتعاون الذي للفعل الايه العاقل المدير صح تبقى هو او هوز الصح هوز هنا عشان ايه الذي يكون ابوستروف اس ديت اختصار لايه اختصار لاز الذي يكون دي الوحيده اللي تنفع. صفحه 221 17 This is the shop ده المحل from نقط I bought the new t-shirt اللي منه انا اشتريت ايه تيشيرت الجديد المحل اللي اشتريت منه يعني الذي للايه للمكان. طيب هنا في اتنين بقى ينفعوا للمكان which وايه where الصح هنختار ويتش عشان حرف الجر فروم ده. 18 ذا بين نقط يو ار رايتنج از ماي براذرز القلم اللي انت بتكتب بيه ده قلم ايه اخي بين دي غير ايه غير عاقل تاخد ويتش او وذ ويتش الصح هتبقى دي ليه عشان كان في الجمله هنا ايه يو ار رايتنج وذ كان في حرف جر هنا فجابوا قبل ضمير الوصل.
19 The man next to not I sat on the plane يعني الراجل اللي أنا جلست بجواره في الطائرة was talking all the time كان بيتكلم طول الوقت الرجل اللي أنا جلست بجواره يعني الذي المفعول الإيه العاقل في هنا هو وذات وهوم المفعول العاقل في حرف جر هنا اللي هو next to ده نستخدمه إيه هوم الاتنين دول مينفعش يجي قبلهم إيه next to 20 I would like to live in a country أنا عايز أعيش في بلد not there is plenty of sunshine حيث يوجد كثير من إيه من ضوء الشمس بلد حيث تبقى وير تنفعش which ليه عشان هنا مفيش حرف جر ولا في الجملة ولا قبل الإيه قبل الفراغات دي يعني قبل ضمير الوصل 21 The nurse not responsibility يعني الممرضة اللي مسؤوليتها is to look after young children إنها تعتني بالأطفال الصغار اللي مسؤوليتها يعني الملكية واضحة دي هوز يقول هنا has worked اشتغلت in the hospital في المستشفى لمدة 10 سنين 22 around the حول الايه فاكرين القصة دي حول العالم في 80 يوم not I read last week اللي انا قريتها الاسبوع الماضي is a very interesting novel هي رواية ايه شيقة الرواية ديت ايه غير عاقل يبقى هتاخد ايه which او that في هنا الايه الفصلات ديت يبقى عبارة وصل ايه غير محددة نستخدمه معها which مينفعش that في الحالة دي 23 The man from الرجل اللي ايه منه you bought this camera اللي انت ايه اشتريت منه الكاميرا ديت is waiting outside منتظر ايه منتظر بالخارج الرجل اللي اشتريت منه الرجل ده ايه عاقل مفعول بقى عاقل فتاخد ايه whom او تاخد who في حرف جر هنا وده اللي هيخلينا نختار whom حرف الجر قبل الايه قبل ضمير الوصل لكن هو ما يجيش قبلها ايه حرف جر 24 احمد is the manager احمد ده المدير not I send this email اللي انا ارسل له هذا الايه الايميل اللي انا ارسل له هو ايه عاقل مانجر المدير ده خلاص هتاخد ايه whom او تاخد هو او تاخد ذات الاجابة هتكون to whom هنقول ليه لان كان اصلها ايه I send this email to him تمام كده فجابته قبل ايه قبل هوم اما هو وذات ما ينفعش طبعا قبلها حرف جر 25 I like the author انا احب المؤلف نقط بليز اللي مسرحياته are shown everywhere تعرض في كل مكان اللي مسرحياته يبقى الملكية هوز 26 I admire the teacher انا ايه معجب بالمدرس نقط I borrowed this wonderful book اللي استعرت منه هذا الكتاب الرائع الإجابة هتكون دي وهنقول ليه الجملة كان أصلها هنا إيه في الآخر from him هنستخدم بقى حرف الجر قبل ضمير الإيه الوصل يبقى from him لكن هو ديت ما ينفعش نجيب قبلها ضمير وصل 27 we found علي اتصلنا بعلي نقط هاوس اللي في منزله يعني we had our lunch تناولنا الغداء بتاعنا to thank him عشان إيه نشكره كان أصل الجملة ديت إيه؟ We had our lunch in Ali's house هنستخدمها قبل whose يبقى الإجابة in whose 28 I work for a supermarket chain يعني أنا أعمل سلسلة إيه؟ supermarket نقط head office اللي مكتبها الرئيسي is in Cairo في القاهرة اللي مكتبها يعني للملكية تبقى whose 29 أسوان اللي تقع في جنوب مصر is not my father was born حيث المكان اللي إيه والدي اتولد فيه is where حيث للمكان كان أصلها my father was born in أسوان فحسب بين أسوان استخدمنا where 30 the top drawer يعني الدرج الإيه الدرج العلوي is the one نقط I keep هو اللي فيه اللي انا ايه بحتفظ بايه مقتنياتي الصغيره odds and ends يعني مكان برضه يبقى وير حيث المكان 31 the waiter الجرسون not is wearing a white shirt اللي لابس قميص ابيض المهم جرسون ديت ايه
عاقل تاخد هو او ذات، في هنا ايه اللي هي الفصل القامة دي، يبقى ما ينفعش اختار ذات خالص، يبقى الصح هو. 32، 32 ذا ستريت، الشارع. نقط وي كليند يسترداي، الشارع اللي احنا نضفناه امس ووز سو ديرتي، كان ايه غير نظيف خالص. الشارع ده ايه غير عاقل، هتاخد ويتش. 33، countries not imports، الدول اللي ايه وارداتها are more than exports، بتكون اكتر من صادراتها. have economic problems، بيكون عندها مشكلات اقتصادية. الدول اللي وارداتها للملكية whose. صفحة 222، وده test yourself. رقم واحد كرم جابر، 1-2 اولمبيك، نقط ان ريستلينج، يعني فاز بايه اولمبيتين في المصارعة، ميداليتين ميدلز. 2 regular exercise، يعني التمرين المنتظم، التدريب المنتظم. will help، سوف يساعد. strength your، يقوي ايه muscles عضلاتك. 3 we respect دكتور مجدي يعقوب، بنحترم دكتور مجدي يعقوب. because he not his life to his country، لانه ايه كرس حياته لبلده. dedicated. 4 the UN اللي هي الأمم المتحدة United Nations ران نقط against، بتكون بإيه ضد الليتراسي معنى الأمية في كل أنحاء العالم، بتكون بحملة كامبين. 5 my brother has been، أخي حصل له إيه نقط. from assistant manager، من مدير مساعد to the manager، للمدير بتاع الشركة، اترقى promoted. 6 my friend had an accident، صديق حصل له حادثة ونتيجة لذلك he will be in a نقط، هيكون ايه for the rest of his life، لكل ايه بقية حياته، هيكون في كرسي متحرك wheelchair. 7 it is forbidden، يعني ممنوع to fight with each other، انهم يتعاركوا يتشاجروا مع بعضهم on a college، يبقى الإجابة ايه campus اللي هو ايه الحرم الجامعي. 8 نقط are needed، يعني ايه بيحتاجوها at exits، في الخروج and entrances، والدخول for wheelchair users، المستخدمي الايه الكراسي المتحركة اللي هي طبعا عارفينها خدناها في الوحدة رامبس، منحدر مدخل مخصص لايه ذوي الاحتياجات الخاصة. 9 the issue of unemployment، قضية الايه البطالة has been discussed، نوقشت كثيرا in the media، في وسائل الإعلام. 10 the show was organized، يعني الشو ده كان ايه منظم in order to raise money، عملوا الايه العرض ده عشان يجمعوا فلوس for charity، لمؤسسة خيرية. 11 the company sales، مبيعات الايه الشركة improved، تحسنت بدرجة كبيرة after a نقط campaign، بعد حملة تسويقية، حملة تسويق ماركتينج. 12 if we lost this match، لو خسرنا الماتش ده we would be out of the، هنخرج من championship البطولة. 13 the conference was an important social، المؤتمر كان ايه اجتماعي هام، نقط to discuss our problems، عشان نناقش مشكلاتنا، كان event حدث عشان نناقشهم our problems مشكلاتنا فيه. 14 life is not easy، الحياة ليست سهلة. the more you grow up، كلما كبرت. the more you face highs and، كلما كبرت بقى في السن وكده هتواجه ايه highs and ايه نجاحات واخفاقات lows. 15 my son was willing to make، يعني ابني كان عنده رغبة انه ايه يعمل اي ايه نقط in order to succeed، عشان ينجح، اي تضحيات sacrifices. صفحة 223، 16 ساديو ماني ده اسم لعيب، was born، اتولد في سنة 1992، is a famous footballer، هو لاعب كرة مشهور. بس ساديو ماني اللي اتولد، الذي العاقل هو.
قلنا ما تنفعش ذات عشان ايه الكوما دي. 17 he has a beautiful son، عنده ابن ايه جميل كده. نقط name is أسامة، اللي اسمه أسامة، الابن ده اللي اسمه يبقى ملكية هوز، الذي الملكية. 18 Alexandria، نقط my mother was born، اللي مامتي اتولدت فيها، is in northern Egypt، في شمال مصر، يبقى حيث للمكان where. 19 نجيب محفوظ، وبعدين نقط books have been translated into many languages، نجيب محفوظ اللي كتبه اترجمت للغات كتير، ده ايه كاتب بارز يعني، اللي كتبه للملكية هوز. 20 I want you to know the name of the actor، انا عايزك تعرف اسم الممثل. نقط played the role of King Lear، اللي لعب دور ايه الملك ايه لير، الذي العاقل، عشان هنا ايه فاعل عاقل هو الممثل وده فعل، الذي العاقل هو الذي الفعل العاقل. 21 they have bought a machine، هم اشتروا ايه آلة. نقط برنس نيمز، تطبع الاسامي على البادجات، ماشين دي آلة تبقى ايه غير عاقل، تاخد ذات. 22 Egypt is the land، مصر هي الارض. نقط people of different cultures، ناس من ثقافات مختلفة، can live peacefully، يمكنهم المعيشة ايه انهم يعيشوا معا ايه في سلام في امان. land الارض، حيث يمكنهم، حيث المكان where. 23 the room، نقط we decorated last year، الحجرة اللي احنا زيناها العام الماضي، needs a new decoration now، محتاجة ايه تزيين ايه جديد، الحجرة التي زيناها، يبقى لغير العاقل، للمفعول الغير عاقل that، تنفعش طبعا ايه in which، ليه؟ عشان مفيش حرف جر اصلا هنا in، مكانش فيه حرف جر in. 24 I like the cat، انا ايه بحب القطة ايه. نقط hair is soft، اللي شعرها ناعم، للملكية هنا اللي شعرها whose. 25 the man، نقط I met for lunch، الرجل اللي انا قابلته ايه على العشاء، اللي انا قابلته يعني الذي للمفعول العاقل whom. 26 isn't that the pharmacy، اليست ايه ديت الصيدلية. نقط you get your medicine، اللي انت بتجيب الايه الدواء بتاعك منها، كان فيه هنا حرف جر ايه you get your medicine from it، عشان كده هنختاره دي from which، جت فروم هنا ايه قبل ضمير الوصل ده اللي هو which. 27 my teacher not very clever، المدرس بتاعي اللي يكون ماهر جدا، makes me study hard، هو اللي بيخليني اذاكر بجد، الذي يكون، يبقى الذي الفعل الايه العاقل، that is يهوز، الصح هتبقى هوز يعني هو از، اخترناش دي ليه زي ما قلنا بقى ان هي في هنا طبعا الفصلات دي كومز دي ما تخلينيش اختار ذات خالص. 28 there is a florist، يعني يوجد محل زهور، over there هناك. نقط I usually get flowers، انا عادة ايه بجيب الزهور، for my wife لزوجتي من الايه من المحل ده، بيوجد محل زهور ايه حيث انا عادة، يبقى دي للمكان تبقى where، حيث المكان where، وده المكان يعني انا بجيب منه الزهور اشتري منه الزهور. 29 مارش از ذا مانث، شهر مارس ده هو الشهر. نقط ماي براذر ووز بورن، اللي اخي اتولد فيه، يا كان اصلها ايه ماي براذر ووز بورن ان مارش، هنستخدم بقى ان هنا قبل ضمير الوصل تبقى الاجابه ان ويتش اللي فيه. 30 ذيس از ذا موبايل فون، هو ده الموبايل. فور نقط اي بيد ا لوت اوف ماني، انا دفعت فيه فلوس كتير، فور هنا حرف الجر ده هيخلينا اختار ايه اختار ويتش، اللي من اجله دفعت ايه الفلوس ديت، الذي للمفعول الغير عاقل، طبعا ذات دي ما تنفعش عشان حرف الجر ده ايه فور جاي قبل ضمير الوصل. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.